بتوع هرار. يلا. So you can leave. You are free now. You are free. Go. يلا كفارة. عقبالنا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الأمريكان دفعوا الفدية وجم ياخدوا الرعاية بتوعهم. فلوسهم حضر الأمريكان دول. يا سيد أشادة. بعد إذنك يعني هما ال أنتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم إن في رهائن مصريين عندكم هنا ولا أنتوا نسيتوا؟ بعتنا. بعتوا وطلبتوا برضو مليون دولار على كل واحد فينا؟ بالتأكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومة تعمل مشاورات بس أنا تلاقيها وصلت لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة عمل لجنة واللجنة عملت طبعا لجنة تانية، بس كان في اعتراض تلاقي مثلا لأن عندنا اللجان يعني شوية، بس هيوصلوا الحل إن شاء الله، مش هيسيبونا يعني بإذن الله. ف يعني مش عارف أنت بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ الراجل واقف وانت متنيل على عين اهلك ومخطوف، بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء دي ايه؟ حبايه السمراء دي فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا أحرار يلا. So you are free now. Go. مع السلامة مسيو فردو. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي منال. باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية. تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت يعني مفيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنه؟ ايه؟ رنه؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكه عندنا ساعات بتقع، مرات كتير تقع يعني.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بدفع الفدية لكل من الرعايا الإنجليز والفرنسيين والألمان، وتم الإفراج عنهم ووصلوا إلى ذويهم سالمين. وأكد مصدر مسؤول أن الصين قد أرسلت من يتفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية في صورة بضائع صينية ترسلها الصين إلى الصومال للإفراج عن رعاياها الصينيين المختطفين بالصومال. مستر ناكي أنا سأصحب مع السلام. والله بنت حلال الحاجة خديجة، شوفي جاية من آخر الدنيا عشان تدفع لك الفدية، أصل كمان في أزمة شغالين الأيام دي. إن شاء الله أنت ستخرج من هنا بسلام. مع السلامة. مع السلامة، كل شيء بهواه. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول يا حاج، ما حدش يتكلم من مصر. لا. أصلهم ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. إيه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من إيه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجا معاه. ما يجيبش مين؟ أجوجا. أجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجا؟ آه. وأنت عرفت اسمها منين؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكى لي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة. طيب امشي من قدامي. إيه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجاره. خلاص صفصفت علينا احنا، كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل